مباشرة إلى مدينة جنيف حيث مؤتمر الدول المانحة إلى اليمن، والكلمة مع وزيرة الخارجية السويدية في إطار الأهداف الموجهة لتحسين الأوضاع الإنسانية إلى اليمن. إلى هناك من جديد. للمرة الأولى في أكتوبر في السويد، وأود أن أشكرهم جميعا على إسهامهم في هذا الاجتماع وعلى حضورهم. ملخص مؤتمر ستوكهولم أنه كان الهدف منه تسهيل التحرك المدنيين والبضائع، وهذا أيضا يتضمن تقديم المساعدات الإنسانية من خلال ميناء الحديدة ومن خلال البعثات المختلفة. وقامت العديد من منظمات المجتمع المدني بالمشاركة، لكن لابد ما زال هناك الكثير لعمله. ومن خلال دعم كافة الدول المتواجدة هنا اليوم، تمكنت خطة الاستجابة الإنسانية العام الماضي من توفير التمويل بنسبة 78%، وقد وصلت المساعدات لعشرات الملايين من الأشخاص. ولكن ما زال هناك الأشخاص الذين يعانون في اليمن، ووصلت معدلاتهم إلى أكبر معدلاتها. فوفقا لتقرير IPC أن هناك الملايين الذين يعانون من المجاعة، وبعض الأشخاص لا يجدون الوجبة التالية لكي يأكلونها، وبالتالي السيدات والنساء يجدون أنفسهن عرضة للعنف ضد المرأة. النساء هن من يأكلن أخيرا، ويقومون بتوفير الطعام اللازم لأبنائهن. ولذلك نجد العديد من السلبيات، وخاصة المتمثلة في زواج الفتيات. وإذا استمررنا في رؤية هذه المأساة سينحدر الوضع. لذلك اجتمعنا هنا اليوم لإرسال رسالة واضحة للدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لضمان التكاتف والتنسيق والاستجابة الإنسانية تحقيق وتوفير مليارات الدولارات لليمن، ونحن سنحرص على توفير تلك المبالغ. وسنستمر أيضا في كوننا أكبر دول مانحة لتقديم تلك المساعدات، وخاصة وفقا للمركز صندوق المركزي للاستجابة للطوارئ. أيضا هناك أكثر من 200 طرف مشارك أيضا لتقديم المساعدات الإنسانية، وأود أن أشكرهم جميعا. من الحيوي أيضا أن نقوم بتقديم كافة السبل لتعزيز كرامة اليمنيين. وقد بدأ هذا المشروع، فمنذ عام 2015 انحدرت الوظائف وانحدرت المؤسسات الطبية والصحية، وانعدم التوجه للحصول على مياه نظيفة. واليوم صندوق المساعدات الإنسانية نجتمع في لجان نقاشية تركز على توفير الأمن الغذائي ودورنا في تعزيز الاقتصاد اليمني. وذلك أود أن أدعوكم جميعا للمشاركة. لذلك الضيوف الموقرة، في عام 2019 تم تعزيز قرار الأمم المتحدة لإيجاد لقرار مجلس الأمن في اليمن. وهذه الإنجازات قد شهدت مشاركة بناءة من قبل كافة الأطراف، وخاصة مارتن جريفيث، ودعم أعضاء البرلمان في مجلس الأمن، وبالإضافة إلى الأطراف المشاركة في المنطقة. أمل أن يتم تبني اتفاقية ستوكهولم لرفع المعاناة عن الشعب اليمني. لابد من احترام الاتفاقيات وأن يستمر التعامل والمشاركة وتقديم كافة السبل والمساعدات
والالتزام بكافة المعايير الدولية. ولابد أن نعمل جميعا لنضمن المضي قدما في عملية السلام لاستقرار مستقبل اليمن، وهذا هو السبيل الوحيد لضمان التقدم وإيجاد حلول سياسية للشعب اليمني. شكرا جزيلا. شكرا سيادة وزيرة الخارجية على كلمتك. والآن أعطي الكلمة للأمين العام وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومناسك الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك. الكلمة لسيادتك. شكرا سيادة الأمين العام وشكرا جميعا على تواجدكم. أمامكم ملخص للاحتياجات الإنسانية ولخطة الاستجابة للأزمة الإنسانية، وهو تقييم شامل للتفاصيل الخاصة باحتياجات الشعب اليمني. وقمنا بجمع البيانات من آلاف المواقع في 3.3 مليون شخص، وهذا يلخص احتياجات الشعب اليمني. كما قمنا بتجهيز خطة للاستجابة للأزمة الإنسانية ولتلبية تلك الاحتياجات، وأمامكم ملخص لها. أود أن أوضح نقطتين بناء على ما قيل. أول نقطة أن وضع السيدات والفتيات في اليمن متدهور بدرجة شديدة، وبالاجتماع مع العديد من القادة النسائية في اليمن أكدنا على أن السيدات والفتيات في اليمن يعانين، ولا توجد كلمات لوصف تلك الكارثة. ومثلما قالت وزيرة الخارجية، من أحد السبل التي نقوم بها هي من خلال التدخل بطريقة تمكن الفتيات والنساء من لعب دورهن لإيجاد حل للأزمة. وأود أن أشجعكم في التفكير بالالتزام بتقديم تلك المساعدات لليمن من خلال التعامل مع العديد من منظمات المجتمع المدني والاستماع لأصوات القادة اليمنيين. ثانيا، أود أن أدعوكم للتبرع بسخاء. العام الماضي أكثر من 99% مما تم تقديم وعود بتحقيقه تم الوفاء به، وأود أن نستمر في الوفاء بهذه التعهدات هذا العام. أود أولا أن أخبركم بأن الإسهام في مكتب الأمم المتحدة يساعد، وقد أوضح الأمين العام هذا العام أن الأموال التي يتم جمعها لأجل اليمن في العام الماضي بسبب سخائكم تمكنا من رفع وجمع التبرعات كافية، ولكننا نحتاج لإسهامات أكبر، فما زال الطريق أمامنا طويل. ثانيا، العام الماضي لأول مرة كان هناك مبادرة استثنائية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقاموا بتقديم منحة كاملة في بداية العام وتبرعوا بمبالغ كبيرة للغاية، وهذا مكننا من أن ننسق الحوار في برنامج التدخل الخاص بنا، وهذا أدى إلى خفض معدل المقاطعات التي تحتاج لتقديم تلك المساعدات، وهذا أثر كثيرا في خفض معدلات تفشي وباء الكوليرا، ومكننا أيضا من زيادة المساعدات لخفض معاناة الأطفال والنساء.
وآمل أن يتم اتباع هذا النهج هذا العام. برجاء التفكير ليس فقط بحجم ولا كم المبالغ التي سيتم التبرع بها، ولكن كيفية الالتزام وكيفية التنسيق وإيصالها إيصال هذه المساعدات. منذ عام قمنا بتقديم مناقشات حول تحقيق مستقبل أفضل للشعب اليمني، ولفعل هذا يعتمد على اجتماعنا اليوم. يستحق الشعب اليمني مستقبل أفضل. والآن عندما يقوم الأمين العام بافتتاح الجزء الأساسي من المؤتمر، أود أن أعبر عن امتناننا لكل الدول التي ستقوم بالتبرع اليوم. شكرا جزيلا. أعود للنائب الأمين العام. شكرا جزيلا مارك لوكوك. والآن أود أن أفتح السبيل أمام التبرعات والكلمات. لفتح المناقشات سأعطي الكلمة لسيادة دكتور معين عبد الملك سعيد رئيس وزراء اليمن. الحاضرون جميعا، في البدء أتقدم إلى Ladies and gentlemen, excellencies. صديقتين والأمم المتحدة الموقرة بجزيل الشكر والتقدير على رعايتهم وحرصهم لعقد هذا الاجتماع العالي المستوى بشكل سنوي منذ العام 2017 والدعوة لحشد الموارد المالية لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الشاملة للمساهمة في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني ولتخفيف معاناته. سيد الأمين العام، الحاضرون جميعا، في الأشهر القليلة الماضية ومنذ تكليفي برئاسة الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، وبتوجيهات واضحة ودعم كامل من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، دأبت حكومة بلادنا على بذل قصارى جهدها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها مواطنينا في عموم محافظات الجمهورية، ووضعت على قائمة أولوياتها الوفاء بالتزاماتها حيالهم وتوفير السلع الأساسية ودعم وصولها بأسعار متاحة للمواطنين وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الخدمية منها على وجه الخصوص وإعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي وتمكين القطاع الخاص من لعب دور حيوي في هذه الظروف الاستثنائية. فمنذ اللحظة الأولى عملنا على رسم سياسات مالية مسؤولة وعلى دعم جهود البنك المركزي للسيطرة على التدهور السريع في قيمة الريال اليمني، مما أدى إلى خفض سعر العملة من 800 ريال للدولار الواحد إلى ما يقارب 550 ريال. ونعمل حالياً على عدد من الإجراءات للحفاظ على هذا التحسن، كما عملنا على خفض أسعار المشتقات، خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 30% وتوفير وخفض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 25% في المتوسط، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية. أما فيما يتعلق بمرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والبالغ عددهم ما يقارب 600,000 موظف بحسب كشوفات عام 2014، فقد قمنا بدفع رواتب ما يزيد عن نصف عدد موظفي القطاع الإداري للدولة، ويتم في هذه الأثناء صرف رواتب
كافة موظفي الجهاز الإداري لمدينة أو محافظة الحديدة بشكل كامل، والبالغ عددهم حوالي 32 ألف موظف. كما قررنا استكمال دفع رواتب موظفي قطاع الصحة للمناطق الخاضعة حتى في سيطرة الحوثيين، وذلك لضمان استمرار الخدمات الصحية، والذي يشمل ما يقارب الـ 24 ألف وظيفة، ودفع رواتب موظفي قطاع التعليم العالي بنسبة 50% من مرتباتهم للعاملين في الجامعات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، والذي سيشمل ما يقارب من 8000 أكاديمي وموظف. بالإضافة لذلك، فقد دفعنا رواتب المتقاعدين على المستوى الوطني منذ شهر نوفمبر 2018 لإجمالي 122 ألف متقاعد ومتقاعدة، وإن استكمال وفاء الدولة بدفع رواتب كافة الموظفين مرتبطة بتحصيل كافة الموارد الموجودة لدى مناطق الإنقلابيين وتحسين موارد الدولة وتمويل عجز الموازنة من خلال المساعدات والمنح. وفي المجال الخدمي، استطعنا رفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل الكهرباء في 10 محافظات بمقدار 60%، وخفض معدل الإطفاء إلى الصفر، فأصبحت المرافق الصحية كالمستشفيات العاملة ومراكز الغسيل الكلوي ومراكز القلب قادرة على تشغيل كافة معداتها وتقديم خدماتها على مدار الساعة. وفي هذا المقام لا نستطيع إلا أن نتوجه بالتحية لأشقائنا في المملكة العربية السعودية الذي كان لعطائهم السخي والصادق الأثر الأكبر في إنجاح سياسات الحكومة، وخصوصا من خلال الوديعة المقدرة ب 2 مليار دولار ومنحة المشتقات النفطية بتكلفة 180 مليون دولار لثلاثة أشهر، والذي نأمل في تجديدها لعام كامل لإنجاح سياسات الحكومة وأثرها على الأرض. سيد الأمين العام، الحاضرون جميعا، إن هذه الخطوات بكل تأكيد ليست كافية لانتشال مواطنينا من براثن الفقر والعوز، ولكنها إجراءات تؤكد جديتنا في تحمل مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا ممن أرهقهم الفقر وأنهكهم الجوع أينما تواجدوا، في الوقت الذي تستمر الميليشيا الإنقلابية في استغلال الوضع الإنساني لاستمرار حربهم الظالمة ضد أبناء شعبنا اليمني. ولقد أكدنا على هذه الحقيقة مراراً للمجتمع الدولي، والتي عززها تحقيق نشرته وكالة الأسوشيتد بريس في نهاية العام الماضي، والذي يثبت تورط الانقلابيين في سرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق، وفي حرمان المستحقين من الإضافة إلى جداول المتلقين للمساعدات، وتسجيل آخرين بغرض تعزيز طبيعة النظام النفعي الذي تديره هذه الميليشيات، وهو الأمر الذي أقرت به تصريحات الأمم المتحدة مؤخراً، وهي ليست الانتهاكات الوحيدة التي يمارسها الحوثيون، فهم يفرضون إتاوات غير قانونية وضرائب مضاعفة وجمارك مكررة في مناطق سيطرتهم، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على زيادة أسعار السلع الغذائية التي تباع في الأسواق في هذه المناطق، وعلى إضعاف قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الغذاء والدواء. إن السياسات التي ينتهجها الحوثيون تتسبب في مفاقمة حدة الأزمة الإنسانية ودخول شرائح أوسع من المواطنين في قائمة الفقراء والمحتاجين للدعم والمساعدة. فعلى سبيل المثال إلى الحصر، منعهم لمنظمة الغذاء العالمي من الوصول إلى صوامع الغلال في مدينة الحديدة، والتي تحتوي على مخزون غذائي يقارب ما يقارب من 4 ملايين شخص لمدة شهر. إن طبيعة الأزمة الإنسانية التي يعيشها شعبنا تجعل من الصعب على الحكومة اليمنية وحدها في ظل هذه الظروف الاستثنائية القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب من دوامة الفقر والمرض، وتلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة. إن الحكومة تعلق آمالاً كبيرة على الدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء
في تمويلها لخطط الاستجابة ودعم توجهات وسياسات الحكومة، والتي نأمل أن يكون لها الأثر البالغ في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وصولاً إلى أوضاع أكثر استقراراً في العام القادم وحدوث تحسن ملحوظ في حياة أبناء شعبنا ومعيشتهم. سيد الأمين العام، الحاضرون جميعاً، مثلما يعتمد نجاح هذه الخطة على التمويل السخي من الدول المانحة، فهو يعتمد كذلك على تكامل آليات عملها وسياسات الحكومة بدعم من بدءا من دعم استقرار العملة من خلال توجيه كافة مساعدات خطة الاستجابة عبر البنك المركزي اليمني، بما يمكن البنك من تعزيز أدواته في إدارة السياسة النقدية وعبر التخطيط المشترك والتصميم المرن للتدخلات وتطوير آليات الإغاثة بطريقة تحرر الناس من الاحتياجات الملحة والمستمرة وتوفر لهم سبل الإعاشة المستدامة، وكذلك من خلال دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمني وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي وجدولة المراجعة والرقابة على أداء التدخلات ومدى نجاعة ودقة التنفيذ لهذه الخطط. سيد الأمين العام، الحاضرون جميعاً، في الختام، تجد الحكومة اليمنية في هذا المؤتمر فرصة حقيقية لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المثقل بالحرب والفقر ونقص الاحتياجات الضرورية، ونعول عليكم أيها الأشقاء والأصدقاء في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بصورة تلبي كافة الاحتياجات الملحة، ونعول عليكم في دعم جهود الحكومة ومساعدتنا على تعزيز قدراتنا في تلبية التزاماتنا حيال أبناء شعبنا في عموم مناطق الوطن، وفي استعادة نشاطنا الاقتصادي كاملاً. لقد كنتم عوناً لنا في أحلك الظروف، واليوم نضع عليكم آمالاً كبيرة في استمرار دعمكم ومؤازرتكم حتى نتجاوز هذه المرحلة الصعبة. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you very much, Prime Minister, for your intervention and for your strong commitment to the improvement of the living conditions of the Yemeni people. لمدى الصعوبات التي تواجهنا في تنفيذ وتفعيل اتفاقية ستوكهولم، ولكنني وصلني خبر جيد. خلال 6 أشهر تمكنا من الوصول إلى المواد اللازمة لتنمية البنية التحتية وتطويرها، وهي أساسية، وأيضا لتوفير الأطعمة والمواد الأساسية للشعب اليمني، وبالتالي تم الإيفاء ببعض الوعود. والآن أعطي الكلمة لدكتور عبد الله أبو ربيع، مستشار المحكمة الدولية للمملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، معالي نائبة رئيس المجلس الفيدرالي السويسري السيدة سيمونيتا سوماروغا، معالي وزيرة الشؤون الخارجية بمملكة السويد السيدة مارغوت وولستروم، معالي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ السيد مارك لوكوك، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر الهام الذي ترعاه الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، فإن المملكة العربية السعودية تتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على إعداده واستضافته، حيث سيبحث المؤتمر ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من أزمات جراء انقلاب ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران على الشرعية التي اختارها الشعب اليمني، ذلك البلد الذي يلقى اهتماما كبيرا من المملكة العربية السعودية
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله منذ عقود من الزمن لما بينهما من روابط قوية وعلاقات متينة. الحضور الكرام، نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه اجتماعنا هذا من التزامات لترفع عن كاهله ما يعانيه من تحديات إنسانية وأمنية واقتصادية بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية. فبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلا أن اليمن لا يزال يعاني الكثير بسبب تعنت تلك الميليشيات وعدم استجابتها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. إن العمل الإنساني باليوم يواجه تحديات كبيرة من جراء الممارسات السلبية لتلك الميليشيات التي تقوم بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وتسعى إلى استهدافها بالاستحواذ عليها ونهبها. وقد تم رصد 12 تجاوزاً تجاه وصول المساعدات منذ توقيع اتفاق ستوكهولم حتى الآن، ومنها زرع الألغام ومنع الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة. معالي الرئيس، إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حريصتان كل الحرص على دعم جهود الأمم المتحدة والحكومة الشرعية اليمنية ودول التحالف والمجتمع الدولي للوصول إلى الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك الالتزام باتفاقية ستوكهولم، وهي تؤكد في هذا الإطار التزامها تجاه الشعب اليمني وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والتنموية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره. ويتمثل ذلك في المساعدات التي قدمتها المملكة لليمن منذ شهر سبتمبر لعام 2014 ميلادي، والتي بلغت حتى الآن 11 ملياراً و460 مليون دولار أمريكي، كما قامت المملكة بإيداع 2.2 مليار مليون دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية والاقتصاد، بالإضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهرياً لتشغيل محطات الكهرباء. الحضور الكرام، يسعدني أن أعلن عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019 ميلادي، إضافة إلى ما تم الإعلان عنه منذ بداية هذا العام والمتمثل في مبادرة إمداد لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن البالغ 500 مليون دولار أمريكي، مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مبادرة المملكة ودولة الإمارات لدعم رواتب المعلمين بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي مناصفة بينهما، بالإضافة إلى ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من برامج ومبادرات متعددة، وقيام المملكة العربية السعودية بإنشاء البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن بهدف تنفيذ برامج تنموية لدعم استقرار اليمن. معالي الرئيس، الدول الراعية، الحضور الكرام، يسر المملكة العربية السعودية أن تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر المانحين للعام 2020 ميلادي بالعاصمة الرياض. وختاماً، حرصاً من المملكة العربية السعودية على استقرار الأمن في المنطقة، تدعو الجميع للتكاتف والتعاون من أجل إقرار الأمن والسلام للشعب اليمني الشقيق، وتدعو الله أن يكلل جهودها وجهود الأمم المتحدة ودول التحالف والمجتمع الدولي
ليعم السلام والاستقرار في اليمن من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني واتفاقية ستوكهولم. والله نسأل لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الله أبو ربيع على هذه الكلمة وعلى التبرع السخي الذي تم إعلانه، وأود أن أحييه على الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية وأعبر عن امتناني الشديد لهم. والآن يسعدني أن أعطي الكلمة لسيادة ريم الهاشمي للمملكة العربية للإمارات العربية المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعا. أود أن أبدأ كلمتي بتوجيه الشكر لكل من سويسرا والسويد والأمم المتحدة على استضافتي وتنظيم هذا المؤتمر الهام. زملائي الأعزاء، أخاطبكم اليوم بروح الأمل وبروح التفاؤل، ولم تكن هاتان الكلمتان مرتبطتين بالوضع في اليمن خلال سنوات كثيرة مضت، ولكن اجتماعنا اليوم للتعهد بتقديم دعم لليمن يجسد شعورنا المشترك بأن مستقبل اليمن يمكن بل وينبغي أن يتغير. ومثل ما سمعتم من معالي رئيس وزراء اليمن دكتور معين، فإن الوقت قد حان لليمن كي يتبوأ مكانته كدولة مستقرة ذات مكانة تليق بتاريخه وبآمال شعبه. وقد حالفني الحظ بأن أعمل عن قرب مع معالي رئيس الوزراء وحكومته، وكل أمل أن يتوج عملنا المشترك بإحداث تقدم ملموس على الأرض مثل ما كنا نفعل على مدى الشهور القليلة الماضية. كما استمعتم لأخي وزميلي سعادة الدكتور عبد الله ربيعة المناصر القوي لاستقرار اليمن ورخائه، ومثل ما هو الحال لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، فإننا نحن في الإمارات سنبذل كل جهد ممكن لدعم شعب اليمن للخروج من هذا الوضع الصعب. ودعونا لا ننسى توجيه الشكر الخاص للمئات من موظفي الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة الذين يعملون دون كلل على الأرض من أجل تنفيذ القرارات التي تتخذ في اجتماعات كهذه. ولسنا وحدنا، فأنا على يقين بأن هناك الكثيرون مثلنا معنيين بيمن يعمه السلام ويعمه الرخاء. لقد مر أكثر من شهرين على اجتماع الجانبين في السويد، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة يساورنا القلق العميق جراء أكثر من 1600 انتهاك على يد الحوثيين لوقف اطلاق النار المبرم منذ 10 أسابيع، ولم نشهد أي تقدم ملموس في تطبيق اتفاق ستوكهولم، كما لم نرى أي إشارة من أي شكل أو نوع تبين وجود نية صادقة لدى الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. ومع هذا كله ما زال لدينا أمل بأن نتمكن بشكل أو بآخر من أن نرسم معا معالم طريق يسمح لنا أن نسير قدما. والسلام بالطبع ليس مجرد كلمة، ولا يكفي أن نحلم بالسلام كي ننعم به، بل إن السلام يتطلب مصداقية وثباتا، وبصراحة يتطلب عملا دؤوب. لقد بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مدى الأعوام الماضية جهودا كبيرة في العمل الإنساني سعيا لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وبالتعاون مع شركائنا في المملكة تبرعنا بمبلغ 930 مليون دولار للجهود الإنسانية في فبراير من العام الماضي، وفي نوفمبر الماضي تكفلنا بحماية ما بين 10 إلى 12 مليون يمني من المجاعة من خلال دعم إضافي قيمته 500 مليون دولار، كما قدمنا مبلغ 70 مليون دولار إضافي لليونيسف لدفع رواتب أكثر من 130 ألف معلم كي يستمروا برعاية وتعليم آلاف الأطفال. واليوم ما زلنا ندعم هذا الجهد العاجل والحيوي برصد 500 مليون دولار إضافية ضمن التزاماتنا،
ولكن ما هو أهم من حجم هذه المساعدات هو أننا أثبتنا جميعاً أنه وبالرغم من كل الصعوبات فإن مثل هذا الدعم يمكنه تحقيق نتائج حقيقية وذات أثر. لقد أزيلت ألغام وجرى تطعيم للأطفال وأعيد تشغيل شبكات المياه وجرى توفير فرص عمل وقدمت دفعات نقدية لأكثر الفئات احتياجاً، ولكن ما زلنا بعيدين كل البعد عن الهدف الذي نصب إلى تحقيقه. فالاحتياج للمعونة الإنسانية سيتواصل وسيتطلب تحركات عاجلة، وبينما نواصل تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً نحن أيضاً ملتزمون بإعادة الإعمار على المدى الطويل وببرامج إعادة بناء ودعم الاستقرار، وهو ما من شأنه أن يحدث تقدماً ملموساً في تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني. إن هدف هذا المؤتمر هو التعهد بتقديم الدعم لليمن، ولكن التزام دولة الإمارات غير مقتصر على حجم مساهمتنا المالية، بل هو استعداد للوقوف بثبات مع اليمن عندما يحتاج للدعم، وهو التزام بأن نعمل بلا كلل لتنفيذ الالتزام الدولي الراسخ لتحقيق السلام ودفع عجلة التنمية في خدمة الشعب اليمني. وشكرا. شكراً سيادة الوزيرة على كلمتك وعلى الإسهام السخي لدولة الإمارات. والآن أود أن أعتذر، سأضطر إلى مغادرة المؤتمر لأن لدي العديد من الاجتماعات، وأود أن أدعو زملائي للاستمرار في إعطاء الكلمة للأعضاء والوفود الأخرى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيادة الأمين العام. يسعدني أن أعطي الكلمة الآن للسيد خالد وزير خارجية الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معالي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، معالي ميمون نينا ساماروغا نائبة رئيس الاتحاد السويسري، معالي معين عبد الملك سعيد رئيس وزراء الجمهورية العربية اليمنية الشقيقة، معالي مارغو وولستروم وزيرة خارجية السويد، سعادة مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أجدد الشكر للأصدقاء في كل من سويسرا، السويد، الأمم المتحدة على تكرار رعايتهم الكريمة وتنظيمهم لهذا الحدث الهادف إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق لعام 2019، والذي يعكس استشعارا بمعاناة شعب واهتمام باستقرار منطقة وحرص على إيجاد حلول لمواجهتها. ويسرني هنا الترحيب بمعالي معين عبد الملك سعيد رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي يعكس تواجده معنا اليوم ومشاركته حرص الحكومة الشرعية على بذل المساعي الحثيثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ونقل صورة واضحة لمعاناة بلد وشعب عزيزين علينا جميعا. أصحاب المعالي والسعادة، نجتمع اليوم وبعد عام عن آخر لقاء لنا، والذي عكسنا خلاله ملامح صورة الوضع المأساوي في اليمن الشقيق، والتي ولشديد الأسف لم تتحسن. فالإنسان اليمني ومنذ 4 سنوات وهو يعاني وضعا مأساويا لم يشهد له التاريخ مثيلا، فلا أمن يستظل فيه، ولا دواء يواجه به المرض، ولا طعام يسد به رمقه. فالأمراض لا زالت مهلكة، والمجاعة تتهدد بشبحها،
كما أن احتياجاته لتزايد وتيرة تصاعد الأزمة وكما أن احتياجاته تتزايد ووتيرة تصاعد الأزمة وقد لامس اقتصاده الصفر في مؤشراته رغم الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها التحالف العربي والمجتمع الدولي في كافة المجالات لرفع المعاناة وتلبية الاحتياجات ودعم الاقتصاد، ولعل في مقدمة تلك الجهود ما تبذله المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعطائهما السخي في هذا المجال. فمؤشرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعكس حقيقة الأزمة وضخامة الاحتياجات والحاجة الملحة لتحرك سريع وحاسم. أصحاب المعالي والسعادة، لقد سعت بلادي الكويت وبتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد الإنسانية إلى بذل الجهود السياسية والإنسانية لمواجهة تلك الأزمة بأبعادها المختلفة. فعلى المسار السياسي، فقد استضافت دولة الكويت على مدى ما يزيد عن 100 يوم المشاورات السياسية للأطراف اليمنية، كما قدمت الدعم اللوجستي للمشاورات السياسية التي عقدت في مملكة السويد التي أسجل هنا كل التقدير لها على جهودها في هذا المجال، والتي أفضت إلى الوصول إلى الاتفاق بين الأطراف اليمنية التي نتمنى أن تتجاوب مع بنود ذلك الاتفاق. وقد واصلت بلادي دعمها واهتمامها بالوضع الإنساني في اليمني والسياسي من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بدعمها للشرعية اليمنية وسعيها لإنهاء ذلك الصراع المدمر وقبولها باستضافة الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية. ولا يفوتني هنا أن أشيد بالجهود المقدرة التي يبذلها معالي الأمين العام المبعوث معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن جريفيث، مؤكدين دعمنا لمساعيه التي نأمل لها كل التوفيق والسداد. أصحاب المعالي والسعادة، وفي الجانب الإنساني واستمرارا لمساعي دولة الكويت دورها في دعم أشقائها في اليمن والذي لم يبدأ مع تبعات تلك الأزمة وسيستمر رغم كل الظروف إنسانيا وتنمويا، فيسرني أن أعلن بأن التزام بلادي لعام 2019 سيكون 250 مليون دولار أمريكي عبر آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن خلال الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة، استجابة للمناشدة التي أطلقتها الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني. وقبل الختام أصحاب المعالي والسعادة، لنتشارك الأماني ونبذل المساعي ليكون عام 2019 نهاية لهذه الأزمة عبر جهودنا المشتركة كأعضاء فاعلين في المجتمع الدولي، لا سيما أننا نملك الآلية لحل هذه الأزمة عبر المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني لنرفع معاناة الشعب ونحافظ على كيان بلد ونصون استقرار المنطقة والعالم. وفي الختام أكرر الشكر لكم جميعا متمنيا لأعمال اجتماعنا كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May the peace of Allah be with you. أشكره.
سيادة وزير خارجية الكويت، والآن الكلمة لسيادة كريستال ستيليانيدي مبعوث الأمم المتحدة لإدارة الأزمات الإنسانية في الأمم المتحدة. شكرا سيدة والسيدة الضيوف الأعزاء. أولا أود أن أشكر السويد وسويسرا وخاصة وزير الخارجية على جهودهما وعلى استضافة وإقامة هذا المؤتمر للمرأة الثالثة لإيجاد تسوية للأزمة الإنسانية في اليمن. بالطبع هذا هو العام الخامس للأزمة اليمنية وهي أصبحت أسوأ عن ذي قبل بصورة غير مسبوقة لأي أزمة أخرى في العالم. وللمرة الأولى التقدم السياسي الذي يتم في إطار الاتفاقيات الدولية يعتبر بصيص أمل في طريق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، ولكن يزال هناك قلق من تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن. ولا شك على تأكيد المتحدثين على تعاوننا وتحالفنا لأجل حل هذه الأزمة الإنسانية. لابد أن نعمل نعمل على جبهتين. أولا أن نقوم بالدعم الجماعي للعملية السياسية، وثانيا لتقديم الدعم الكافي لتسوية الأزمة الإنسانية. فنحن في سباق مع الزمن، فلابد أن يسير الاتجاهين معا. فهناك خمس أولويات للتحرك. أولا العمل في ميناء الحديدة لابد أن يتم على أكمل وجه، ولابد أن يتم إيقاف الهجمات العسكرية، وهو أمر هام للغاية لتوفير الغذاء الكافي للشعب اليمني. ثانيا لابد من أن يكون هناك تحالف كافي للقضاء على أزمة الوقود التي تؤثر على إيصال السلع المختلفة. ثالثا لابد أن يتم إيقاف الاستهداف العسكري للمدنيين على الفور. رابعا لابد أن يستمر العمل بصورة فعالة لتحقيق استقرار وتوفير رواتب للموظفين. وأخيرا على الأطراف أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية لكافة أرجاء اليمن. إن الاتحاد الأوروبي يستمر في دعم الشعب اليمني الذي يعاني بشكل كبير، واليوم يقوم المفوض الأوروبي بالتأكيد على توفير 160 مليار يورو للمساعدات الإنسانية لليمن في العام 2019 و2020. زملائي الأعزاء، كلنا هنا اليوم نعمل لأجل توفير إسهامات لرفع معنى الشعب اليمني، ولكننا ندرك أن هذه الجهود ليست كافية. نحتاج إلى تقدم مادي ملحوظ في العملية السياسية، وللأسف لا توجد أي خطة بديلة لليمن. لابد أن نقوم بإنهاء هذه الحرب البشعة الآن، وليس غدا لكن الآن. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين الكرام، تابعنا سويا على الهواء مباشرة من جنيف بسويسرا انطلاق أعمال مؤتمر الدول